السلام عليكم، رمضان كريم مبارك. معكم الفنان الكوميدي والسيناريست سفيان نعوم. أنا اليوم حظيت بشرف تكريم من طرف جمعية أصدقاء الفن هنا في بن سرقاو في هذا المركب الرائع، نقدر نقول بأنه معلمة يسموه كذلك، حتى التسمية ديالو معلمة أوداد، يعني فرقة أوداد المعروفة في سوس في المغرب دوليا، بأن فرقة أعطت الكثير والكثير للأغنية الأمازيغية والمغربية عامة. و راه ما يخفاش عليكم بان الاجواء دائما راه كتكون زوينه، جمهور السوسي جمهور يعني حاضر بقوه، ما كيزقل حتى شي حاجه، كانت امسيه ديال الضحك فوغيغ بمعنى الكلمه، كانوا شباب اللي صاعدين، كان نجم الاغنيه كذلك امينو، يعني كانت امسيه جميله كما يعني هذا المهرجان يعني كرم بزاف ديال يعني رواد الكوميديا من بينهم حميده شتوك وكذلك رشيده سلال اكزوم. يعني شرف لي اولا انني نوقف يعني بجانب هاد الرواد اللي كنعتبرهم رواد ديال الكوميديا في اكادير، وانا جد سعيد وفرحان انني ولد المنطقه ولد مدينه نحظى بهذا التكريم كذلك، ونوقف جنب الى جنب يعني اقارع هاد الناس هادو اللي تعلمنا منهم الكثير ومازال كنتعلموا وكنباسيو يعني داك المشعل من جيل لجيل، والله يقدرنا على هذا يعني هذا الفعل الانساني اللي كنعتبره دائما من الفن والمسرح السينما اون جينيرال، هو واحد الفعل انساني كيتوشي القيم الانسانيه كذلك الثقافه وبزاف ديال الحوايج في بلادنا. الجمهور المغربي يعني السنه الماضيه يعني لقى واحد النجاح اللي هو مبهر، كنت شاركت يعني كديالوغيست يعني كنت كتبت الحوار ديال 30 حلقه. هذا العام كذلك شاركت في الكتابه ديال يعني الجزء الثاني، ويعني النجاح راه باين يعني من الحلقات الاولى، نسبه المشاهده هي الفيصل هي اللي كتحكم، ونتمنوا ان التتمه تعجب الجمهور وان شاء الله يستمتعوا بالمسلسل وهذا الشيء اللي كاين. برنامج ستاند اب ولا واحد يعني واحد لوتامبر يعني ولا واحد تيكيت، انا اصلا كنعتز بها لان كنت خريج البرنامج ومن بعد وليت يعني منشط الكواليس يعني انيماتور ديال الباك ستيج، وواكبت بحكم انني يعني مسرحي ويعني مخرج مسرحي وكذلك استاذ ديال المسرح، كندرس يعني كندير دي فورماسيون ديال التياتر، كنحاول انني نوصل بعض الحويجات للدراري باش يستافدوا منهم، لا على مستوى الخشبه، لا مستوى الالقاء، لا مستوى كذلك يعني بناء نص بحكم انني سيناريست وكاتب مسرحي. ستاند اب دائما كنعتبره يعني مدرسه، وكذلك كانت اضافه نوعيه هذا العام، ان العام اللي فات وهذا العام ان يدخلوا دي كوتش اللي هما كذلك كوميديين معروفين على الساحه، وكيبقى يعني البرنامج يعني بقى كي كنقولوا في صباغته ومازال الجمهور ديالو، ونتمنى ليه الاستمراريه والمزيد من التالق. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تي في، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.